اهلا بكم. طبعا التنسيق ظهر بكل مراحله، وطبعا في اللي ربنا وفقه ودخل الكليه اللي نفسه فيها، وفي اللي لم يوفق ودخل كليه تاني مختلفه عن رغبته. وفي كتير من الطلبه جاتهم كليات هم مش عندهم معلومات عنها، لان طبعا زي ما احنا عارفين احنا بنعمل الرغبات بنهتم باول 10 رغبات، وبعد كده بنرص الرغبات عادي، متوقعين ان طبعا هم الاولين اللي هيجوا منهم، وبيفاجأ بكلية هو ما كانش متوقعها او ما عندهوش معلومات عنها. النهاردة هنتكلم عن كلية الثروة السمكية. وكلية الثروة السمكية طبعا دي الكلية اللي أنا دكتور فيها، وبالتالي هجاوب على معظم التساؤلات اللي بتدور في أذهان الطلبة وأذهان أولياء الأمور. كلية الثروة السمكية هي كلية موجودة في 4 جامعات، بداية جامعة السويس، ودي كانت أول كلية للثروة السمكية وأنشأت 2012، وبعدها كلية كفر الشيخ، كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بكفر الشيخ، ثم كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بأسوان، ثم كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية في العريش. ال4 كليات بتخدم طبعا الجمهورية، والكليات تم إنشائها طبعا للاهتمام بقطاع الثروة السمكية، وهو قطاع مهم طبعا زي ما عارفين ان هو مصدر اساسي ورئيسي للغذاء والبروتين، فبالتالي كان على الدولة الاهتمام بالقطاع، ودي طبعا جات متأخر لان في مش كليات على مستوى العالم او في العالم، لا ده في جامعات زي طبعا جامعة المصايد في شنغهاي وفي جامعة المصايد في طوكيو وغيرها من الجامعات والكليات المتخصصة في مجال الثروة السمكية في كل العالم. ومصر طبعا مؤخرا تم انشاء الكليات فيها للاهتمام وتنميه قدرات الخريجين بحيث نكونوا قادرين على الاداره او على التنميه المستدامه لمجال الثروه السمكيه في مصر. طبعا الكليات فيها برامج مختلفه زي أسوان فيها البرنامج الاستزراع المائي وبرنامج المصايد، السويس فيها برنامج الاستزراع المائي والمصايد، وأيضا فيها برنامج المصايد البحرية واللي تحته بيكون في الملاحة البحرية وهندسة بحرية والسلامة البحرية، ودي برامج خاصة. وفي العريش في برامج الاستزراع المائي والتصنيع البحري والمصايد البحرية وإدارة المصايد، وكفر الشيخ فيها الاستزراع المائي والمصايد وتخصص المصايد، وفيها التصنيع المنتجات البحرية. وطبعا الكليات لها فيها مواد بتخدم طبعا التخصصات المختلفة، والكليات برضو بتطور ومازالت في تطوير للبرامج، وبتشوف مثلا الخريجين وصلوا لإيه وتبتدي تحصل تطوير في البرامج المختلفة. طبعا في العديد من التساؤلات حوالين الكلية لأنها تعد من الكليات الحديثة، يعني هي كلية غير طبعا الكليات الأخرى، هي كليات قديمة والناس عارفاها وعارفة كل شيء عنها، لكن كليات الثروة السمكية هي كليات حديثة، بداية إنشائها كانت 2012. التساؤلات من هل الكليه طبعا ليها تكليف؟ طبعا الكليه ما لهاش تكليف، لان زي ما احنا عارفين ان التكليف كان في القطاع الطبي فقط وحاليا تم الغائه بيجي حسب الاحتياج، فبالتالي ما فيش اي تكليف في اي شيء. طب الكليه ليها مستقبل؟ سؤال غريب، يعني انا لما اجي اقول الكليه ليها مستقبل، هو يعني ايه الكليه ليها مستقبل؟ هو في حاجه انت ضامن يعني ان ليها مستقبل؟ لو انت في كليه ضامن مستقبل هدخلها. طبعا انا عارف في مجموعه بيقول لك القطاع الطبي، ومين قال انك انت في القطاع الطبي ضامن المستقبل؟ اسال الناس اللي اتخرجت وهيجاوبوا وشوف الوضع، لان مفيش حاجه اسمها ضمان المستقبل، المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. انت المفروض بتدخل الكليه اللي انت مقتنع بيها، انت بتحبها. على فكره بنسبه 99% احنا ما بندخلش كليات برغبتنا، ما بندخلش كليات بنحبها، ما بندخلش مجالات احنا حابينها اصلا، بندخل برغبه اهالينا، ودي مشكله كبيره. يفضل يعني يا ريت الاهالي، يعني ودي مش منطقين بيه هنا في الحلقه، لكن يا ريت كلنا ندخل او نعمل الحاجه اللي بنحبها، ده هيفرق بصراحه، هيفرق كتير. تمام، يعني مثال الواحد لما دخل الحاجه اللي بيحبها، انا دخلت علوم
بيولوجي، وكله كان يقول لك بيولوجي ما لهاش مستقبل، ادخل كيمياء اصل الكيمياء فيها وفيها ومعامل. طيب دخلت بيولوجي بعد كده تخصصت علوم بحار، طب علوم بحار هتشتغل ايه؟ ما لهاش لازمه. انا كان كل هدفي ان انا اعمل اللي بحبه. الشغل ده مش تبع، مش تاعي يعني، مش تبعي، ده رزق ماليش فيه، الرزق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، انا بسعى وعلى الله الايه النتائج. ف مفيش حاجه اسمها مستقبل، مستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. طيب الكليه مجالاتها ايه؟ الكليه مجالاتها هي المجالات الخاصه بالثروه السمكيه، سواء طبعا بيكون الاماكن اللي هي زي هيئه الثروه السمكيه، معاهد البحوث المختلفه، معهد علوم البحار، ممكن جهاز شؤون البيئه، هيئه بحوث الصحراء، كل المعاهد او الاماكن البحثيه اللي بيكون بتهتم بالثروه السمكيه. وطبعا القطاع الخاص زي الاستزراع، طبعا قطاع الاستزراع، المزارع السمكية، المفرخات، طبعا مصانع الأعلاف، المصانع الخاصة بتصنيع المنتجات السمكية، كل دي أماكن ممكن الطلاب يروحوها. طيب أي حد عاوز داخل كلية وهو عنده مثلا مجالات أخرى، أو عاوز يعمل يعني زي ما بنقول شفت كارير، أو يروح مجالات تانية، يا ريت ما يدخلش الكلية. اللي عاوز يدخل أو يشتغل في مجالات الكلية يدخلها، اللي مش عاوز يدخل أو يشتغل في مجالات الكلية أو من الأول بيخطط إن هو يشتغل في حاجة تانية يبقى ما يدخلش الكلية. واحد يقول طب أنا دخلت، في فرق يعني، في فرق، أنا دخلت الكلية وأنا مقتنع بيها وبحبها وحابب اشتغل في مجالاتها، وبعد ما خلصت ابتديت اسعى واشتغل على نفسي وما لقيتش في البدايه شغل في مجالي. وده حصل مع ناس كتير، ان انا ابتدي اشتغل اي حاجه مفيش مشكله، اصل انا لما بشتغل اي حاجه ابتدي ادور على، لان الشغل بيجيب شغل زي ما بنقول، فبالتالي ما تقعدش. لكن في فرق، انت من البدايه داخل الثروه السمكيه وانت عشان تشتغل في مجال التحاليل، انت داخل الثروه السمكيه وانت داخل عشان تشتغل تغذيه، انت داخلها وعاوز تشتغل بيها حاجه تاني في شركات الادويه وغيره، لا دي مش مكانها. ممكن تشتغلها ولكن هو مش مكانها، يعني ده مش التخصص بتاعك. انت عاوز تدخل تشتغل في التحاليل الطبيه، لان هي مش بترخص، لان طبعا القانون واضح، القانون في بتاع التحاليل الطبيه لكليات معينه، وطبعا القطاع الطبي وكليه العلوم، تمام. عاوز تشتغل في التغذيه في كليه الزراعه او كليه العلوم، فبالتالي انت في التخصصات اللي انت عاوز تدخلها ليها كليات تانيه تدخلها، لكن انت حابب كليه الثروه السمكيه ادخلها. الشغل بعد كده ده مش بتاعك، انت هتسعى وتبتدي تطور من نفسك، وربنا سبحانه وتعالى هيرزق على فكره. ان يعني ايه، وليس للانسان الا ما سعى ولا سعيه سوف يرى. فعلا الانسان اللي بيجتهد وبيبتدي يشتغل على نفسه ربنا بيكرمه. لكن انا شايف ناس كتير في الكليه طبعا، واللي بيجي يدخل الكليه نبتدي ايه في حاله من يعني ايه، ناس نقمه كتير عن الكليه، وناس متضايقه، وناس ما هو ده حال يعني. هات لي كليه وضعها كويس، هات لي كليه بيطلع منها بيشتغل على طول، هات لي كليه مش معظمها بيغير مجاله او بيشتغل في مجالات تانية، هات لي كليه في منها اللي بيشتغل بيكون كويس، وفي اللي ايه اللي ما بيبقاش لاقي شغل خالص. فبالتالي هي كليه زي اي كليه، فما نجيش نبتدي كل واحد يجي يدخل كليه نبتدي ايه نقول له لا ابعد او ما تبعدش. ممكن انصحه واقول له وجهه نظري ما فيش مشكله، بس لازم كل واحد يكون عنده وجهه نظر، يكون هو شايف هو عاوز يعمل ايه، هو حابب ايه، تمام. فبالتالي انت من البدايه محدد هدفك وعاوز تعمل ايه. الكليه عجباك ادخلها، مش عجباك ما تدخلهاش. انت اتخرجت من الكليه وبتسعى، ربنا كرمك بمجال في الكليه الحمد لله، ما كرمكش وشفت مجال تاني برضه ارضى وقول الحمد لله. يبقى الموضوع كله هو سعي ورزق من الله سبحانه وتعالى. فمن هنا يعني انت حابب الكليه ادخلها، مش حاببها ما تدخلهاش. محدش زي ما الناس بتقول اصل ايه، الناس بتعمل مثلا البحر طحينه ولا ادخل كليه والكليه كويسه ومجالاتها، محدش. انت كل واحد عنده رؤيه وكل واحد شايف بعينه، كل واحد بيسال، والنت دلوقتي وما خلاش، انت ممكن تقدر تعرف كل المعلومات وتقرا، وانت برضو عندك دماغ تحدد بيها. يعني مش كل اللي بيقولوه الناس صح، ان كل واحد بينصح باللي شايفه، وانت بتاخد اللي انت شايفه وبتعمله، انت بتستخير وبتعمل اللي عليك وتسيب الباقي على ربنا سبحانه وتعالى. فالكليه زي اي كليه مجالاتها مجالات كويسه، وهي طبعا الكليه لسه يعني ايه ليها طبعا ممكن بايد خريجينها في الخطط المستقبليه في البلد، محدش عارف الكليه طبعا ممكن يحصل تطور في مجال الثروه السمكيه في مصر، ويبقى فيها مجالات اكتر من كده، وفيها ده غير ان هم 4 كليات يعني مش عدد كبير من الكليات، ولسه ممكن في كليات تانية تفتح، وبالتالي ده طبعا على المدى البعيد. فبالتالي احنا هنا لو انت ناوي تدخل كليه بلاش تسال كتير، حدد هدفك، شوف انت عاوز ايه من الاول، انت نفسك في ايه واعمله.
سؤال كتير بيخلي الامور تتشتت. يعني مثال بسيط، انا لما كنت هدخل كده كليه علوم كله قال لي علوم صعبه وهتدخلها ايه وهتشتغل ايه، لكن انا كنت بحبها ودخلت، كنت مش مشكله الشغل ده رزق. دخلت بيولوجي برضو زي ما قلت لكم، كله قال لك لا كيمياء افضل عشان تحاليل والكلام ده. وبعد كده دخلت علوم بحار، كنت شغال ايه سمكه وايه لازم، كنت اول دفعه علوم بحار. سبحان الله اشتغلت مش شغلانه واحده، اشتغلت اكتر من خمس في خمس اماكن مختلفه، وبالتالي فيهم الخاص وفي طبعا في الحكومه زي جهاز شؤون البيئه، معهد علوم البحار، حاليا جامعه اسوان، اشتغلت في مجال التحليل، مجال الدعايه، مجال يعني اشتغلت في كذا مجال مختلف. بدات باي شغل، اشتغلت في مجال التدريس، اشتغلت باي شغل، وبعدين ابتديت اسعى وابتديت ادور وابتديت اخذت ماجستير وبعد كده اخذت دكتوراه، والامور الحمد لله ولسه برضو في سعي مستمر، وانك انت بتنظر للافضل دايما، بترضى باللي انت فيه وتنظر للافضل دايما. وفي النهاية بترككم في رعاية الله، ولو في اي استفسار تكون في الكومنتات، وشكرا.